الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في استوديو الحدث. إلى العناوين: وزير الدفاع الإسرائيلي يستبعد إمكانية التسوية مع حزب الله تزامنا مع زيارة الوسيط الأمريكي. رغم النفي الرسمي، نيويورك تايمز تكشف أن الحوثي وحماس لديهما مكاتب في بغداد بحراسة مشددة من حزب الله العراقي. البرهان يبحث تطورات حرب السودان في الجارة التي شهدت اتفاقا تاريخيا بين الخرطوم وحركة كفاح مسلح. وزير خارجية إيران يعتبر الاتفاق النووي إطارا مناسبا لاتفاق جديد ويدعو إلى تبادل إزالة المخاوف. ترامب يتعرض لمحاولة اغتيال ثانية خلال شهرين، ومسؤولون أبلغوا حملته بنية إيران تصعيد الهجمات. وسط ارتفاع منسوب التهديدات الإسرائيلية ضد حزب الله، وصل اليوم كبير مستشاري الرئيس بايدن أموس هوكشتاين إلى إسرائيل لمناقشة الوضع في لبنان بحسب مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. مصادر قالت لهيئة البث الإسرائيلية إن مبعوث الرئيس الأمريكي أموس هوكشتاين سيقترح خلال زيارته خططا لإعادة رسم الحدود بين إسرائيل ولبنان. وبحسب ما نشرته الهيئة، فإن الاقتراح سيضم نقطة تمركز فيها حزب الله بمنطقة جبل دوف بعمق 30 مترا داخل إسرائيل، وهو ما تعارضه الحكومة الإسرائيلية. وأضافت هيئة البث أن فرص التوصل إلى اتفاق بشأن تغيير الحدود منخفضة للغاية بسبب المعارضة القوية من جانب إسرائيل. كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال للحدث إن زيارة هوكشتاين إلى إسرائيل تهدف إلى منع فتح جبهة ثانية في الشمال. إسرائيل بثت مناشير أنه بدكم تخلوا المنطقة. وين بدك تروح؟ والله ما بعرف، على بلاد الله الواسعة، على مكان آمن. العمال السوريين بعتقد انه في جزء منهم عم يغادر هي المنطقة، لأنه ما في شيء بيربطهم بهالمنطقة. أما نحن أهالي المنطقة، لا بعتذر منك يا أخي، نحن مزارعين وعندنا مواشي وكذا، نحن ما فينا نطلق أرضنا يعني. جينا تنطلع بر واحد، عندنا ولاد صغار وعندنا كبار، واليوم نلقى حدا يجيبنا بكره يقول جوز مالكنا. هذا وكشفت صحيفة النهار اللبنانية أن الأيام القليلة المقبلة تنطوي على أهمية استثنائية لجهاز اختبار الجهود التي يبذلها الموفد الأمريكي إلى لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين. وبحسب ما نقلته صحيفة النهار عن مصادر موثوقة، فإن هوكشتاين سيحاول الضغط على إسرائيل لمنع تفاقم التصعيد والمضي بتهديداتها بإشعال جبهة لبنان. الصحيفة أشارت إلى أن مساعي هوكشتاين تسابق الوقت مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية من جهة، وإمكانية استغلال إسرائيل لهذه المرحلة وتوسيع الحرب من جهة أخرى. مصادر النهار ذكرت أن مباحثات سفراء المجموعة الخماسية ركزت على الوضع المتفجر في لبنان أو في جنوب لبنان تحديدا، واحتمال اتساع الحرب أكثر من أزمة الفراغ الرئاسي. ورغم تضارب الأنباء حول زيارة هوكشتاين لبيروت، إلا أن الأوضاع القائمة وتداعياتها تحتم إنجازها بعد مباحثات إسرائيل نظرا للظروف القائمة وفق النهار. تخطط الإدارة الأمريكية التي ترفض هنا التصعيد على جبهة لبنان مع حزب الله، تخطط لتقديم مقترح وساطة جديد بشأن إنهاء الحرب في غزة، من المفترض أن ينسحب تأثيره على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. لكن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف وقلق أمريكي من تأثيرات سلبية محتملة على الحملات الانتخابية الداخلية من في الولايات المتحدة من جهة، وعلى العلاقات الأمنية مع إسرائيل من جهة أخرى، بحسب ما ذكرت يدعوت أحرنوت. وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين لن يقدموا مقترحهم الجديد إلا إذا كانوا على يقين من إمكانية تحقيق اتفاق. وما يرفع من سقف هذه المخاوف لدى الأمريكيين بحسب الصحيفة هو احتمالية إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، والذي تعتبره واشنطن شريكا موثوقا في القيادة الإسرائيلية وعنصرا حيويا في الحفاظ
القضية على العلاقات الأمنية بين البلدين. ورغم أن جالانت لا يستبعد احتمالية خوض حرب كبرى في لبنان، لكنه يعارض حدوث ذلك حاليا. ومع استمرار تبادل إطلاق النار على الحدود الشمالية دون انقطاع، لا يزال النقاش دائرا داخل أروقة النخبة السياسية والعسكرية في إسرائيل حول هذا الاحتمال. فقائد المنطقة الشمالية يدعو إلى التحرك الفوري، ورئيس الأركان يرفض، ووزير الجيش يعارض، بينما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يعبر عن موقف واضح حتى الآن. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال من جهته لنظيره الأمريكي لويد أوستن إن الاتجاه واضح مع حزب الله، في إشارة إلى التصعيد وصولا للحرب. وأضاف جالانت لأوستن أن حزب الله ما يزال يربط نفسه بحركة حماس، مؤكدا في السياق أن إمكانية التسوية مع حزب الله تبتعد على حد قوله. لمناقشة هذه التطورات من واشنطن معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، ومن رام الله الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور محمد المصري، وأيضا معنا من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك من واشنطن طارق الشامي. أريد أن أسألك بداية، هل تتوقع الولايات المتحدة أن ينجح المبعوث الأمريكي في خفض الجبهة الشمالية في إسرائيل؟ تحياتي لك أولا أستاذة هاني ولضيفك الكريمين. يعني لا أعتقد أن الولايات المتحدة يعني تضع رهانات كبيرة على زيارة هوكشتاين لإسرائيل والمنطقة، لأنه هذه ليست الزيارة الأولى. الطرح الذي يتقدم به ربما يكون غير مقبول إسرائيليا حتى الآن، لكن في ذات الوقت هي تركز أكثر على محاولة يعني لجم الرغبة الإسرائيلية ورغبة نتنياهو بالتحديد في توسيع نطاق الحرب حتى ولو بعملية محدودة في لبنان، لأن ما تخشاه الإدارة الأمريكية هو اشتعال المنطقة بشكل أوسع، يعني وجود أخطاء ممكنة يمكن أن يساء فهمها وتتوسع نطاق الحرب بشكل كبير، وفي وقت يعني لم يتبقى فيها على الانتخابات الأمريكية سوى 7 أشهر، خصوصا وأنه أي توتر في هذه اللحظة سوف يتزامن مع يعني الذكرى الرابعة لاتفاقات إبراهيم التي يعني ينسب الرئيس السابق دونالد ترامب الخصم الرئيسي لهاريس في هذه المعركة، ينسب لنفسه الفضل في أنه كان وراءها وأنه يعني استطاع أن يكون صانع سلام، في حين أن إدارة بايدن هي لا تستطيع وقف هذه الحرب. نعم سيد إبراهيم، من جانب لبنان يعني هل هذا الوقت مناسب لمباحثات أمريكية إسرائيلية لترسيم الحدود في لبنان، وماذا عن القرار 1701 أيضا؟ أولا التحية لك ولضيفيك الكريمين وللمشاهدين. من الناحية اللبنانية بحسب المعلومات فإن خلال الزيارة الأخيرة لآموس هوكستين إلى بيروت قبل أسابيع التقى برئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي نقل له رسالة شفهية من أمين عام حزب الله يقول فيها أن الحزب لا يعارض تنفيذ القرار 1701 ولا تعزيز وجود الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني. وحين يقول تطبيق 1701 يعني ما يعنيه ذلك من إمكانية التراجع خلف نهر الليطاني، جنوب نهر الليطاني. وكذلك الأمر هو طلب التنفيذ من الجانبين، قال أنه موافق على كل هذه الشروط ولكن أن تكون البداية بوقف لإطلاق النار في غزة. وهنا مكمن المعضلة في أي محاولة لاتفاق لوقف إطلاق النار
أو التهدئة على الحدود الجنوبية للبنان، كون حزب الله دخل هذه المعركة منذ 8 أكتوبر الماضي تحت عنوان المساندة والإشغال، علما أنه لم يحقق شيئا بهدف لا المساندة ولا الإشغال عمليا على الأرض وعسكريا وسياسيا، لم يستطع أن يحقق ذلك، وهذا واضح، بات واضحا مما يحصل مجريات الأمور في غزة، وأنه لم يستطع أن يفرض وقفا لإطلاق النار أو أن يغير في المجرى السياسي. هذه الشجرة التي علق بها حزب الله تحت عنوان المساندة والإشغال وربط وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بقطاع غزة هي التي تجعل من الجانب اللبناني حذرا في أي في الموافقة على أي اتفاق يقدمها الجانب الأمريكي، علما أنه أن يعني الجانب اللبناني موافق على كل الورقة الأمريكية تقريبا، لكن يربط ذلك بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا ما يرفضه نتنياهو. لماذا؟ لأنه لأن وقف إطلاق النار مرتبط بالصفقة في صفقة تبادل الأسرى وصفقة الرهائن في قطاع غزة، وهذه ورفض هذه الصفقة ينعكس سلبا على الوضع في لبنان، كما يطالب الجانب الإسرائيلي بفصل الجبهتين أن يكون اتفاق لبنان منعزل عن اتفاق غزة، وهذا ما يرفضه حزب الله لأنه في حال تراجع عن ربط الجبهتين يكون قد تأثر بضربة استراتيجية على المستوى السياسي، نظرا لربطها أيضا بما يسمى وما يعرف بنظرية وحدة الساحات. يعني هناك العديد من العناوين التي تجعل الاتفاق اليوم صعبا للغاية، ولكن جل ما يريده الأمريكيون اليوم هو محاولة ضبط أي تصعيد، يعني ألا أن يكون التصعيد المقبل الذي يريده الإسرائيليون ضمن حدود معينة لا تجر إلى حرب شاملة، وهذا كان واضحا فيما نقلته القناة 13 الإسرائيلية قبل يومين عن مصدر مقرب من نتنياهو حين قال أن التصعيد قد يأتي خلال أسابيع وربما خلال أشهر، بيعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا يحاول أن يغمز من القناة الأمريكية ليحصل ما استطاع من مكاسب سياسية أكان على جبهة غزة أو على جبهة لبنان. نعم. طيب دكتور محمد المصري، يعني الآن عندما يصعد وزير الدفاع الإسرائيلي على الجبهة الشمالية ويتوعد بذلك، وهناك طبعا كما ذكرنا في التقارير موقف غير واضح بالنسبة لنتنياهو، هل إسرائيل فعلا قادرة على فتح هذه الجبهة وهي لم تغلق جبهة غزة ولم تحسم ما يجري في الضفة الغربية؟ تحياتي لك ست هاني ولضيوفك الكرام لكافة المشاهدين. وأنا أعتقد أن تصريحات العسكريين بالتحديد الآن في دولة الاحتلال هي تأتي في إطار المناكفات السياسية مع النظام السياسي وخاصة مع نتنياهو. يعني في اللحظات التي كان مندفعا جالنت ورئيس أركانه بالبدايات 7 أكتوبر تجاه معركة في منطقة الشمال كان نتنياهو يرفض، الآن نتنياهو يريد هذه المعركة، وأيضا جالنت ورئيس الأركان يرفضون تحت عنوان واحد أنه هذه ستعطل صفقة التبادل في قطاع غزة، ومن أجل أن ذهاب لمنطقة الشمال مفترض تبيد الجبهة غزة ومن ثم سحب بعض القوات ونقلهم إلى الجبهة الشمالية. وأنا أعتقد أنه يعني بعكس زميلنا الأستاذ إبراهيم الذي يقول أنه هذا المشاغل في جبهة لبنان ليس لديه تأثير، لديها تأثير لكن ليس لديها تأثير على مسرح العمليات القتالية في قطاع غزة، ولكن إشغال فرقتين عسكريتين في الحدود شمال هذا مهم جدا، أيضا إشغال أيضا أكثر من 3 فرق في الضفة الفلسطينية مهم جدا. ما قبل 7 أكتوبر كان هناك 55% من قوات الجيش العامل للاحتلال في الضفة الفلسطينية، اليوم الموضوع مختلف، ولكن بالرغم من ذلك حينما درجة المواجهات في منطقة شمال الضفة أصبح اليوم 24 كتيبة مسلحة إسرائيلية موجودة في الضفة و12 كتيبة فقط موجودة في قطاع غزة، لذلك إشغال القوات العاملة بالتحديد خاصة في حالة التذمر مع جيش الاحتياط ستلعب دور كبير جدا. نعم جالنت يرغب الآن في تباطؤ العملية العسكرية لأنه العملية العسكرية تتطلب تحضير، خاصة الجيش أصبح منهك مر عليه تقريبا 11 شهر ونيف اليوم 346 يوم، يراد تذخيره وتسليحه وتدريبه إعادة التأهيل من جديد وبالتالي نقل بعض القوات. أيضا المعركة في الشمال حددها نتنياهو بعنوانين، العنوان الأول موافقة أو تغطية دولية والمقصود فيها هو الولايات المتحدة الأمريكية، والجانب الثاني أن يكون الجيش دولة الاحتلال مستعد للمعركة، وأعتقد الجيش غير مستعد أن ينخرط في معركة إلى جانب معركة قطاع غزة والضفة انفتحت على سبيل المثال لأن القوات الإسرائيلية أصبحت متواجدة. التعدد الجبهات سيقلق حالة من الصداع للإسرائيليين، وبدون الحديث مطولا عن موضوع صاروخ الأمس، صاروخ واحد
يعني هز كل منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية ولم يتم التصدي لها وفشلت، وما زالت لجان التحقيق الآن تحقق لماذا فشلت الدفاعات الجوية بالتصدي لصاروخ واحد. هذه المنظومة الدفاعية أصبحت نعم. اليوم فاشلة في مواجهة صاروخ من بعد 2040 كيلومتر، فما بالك الصواريخ التي لا تستطيع يعني تحتاج فقط نصف دقيقة إذا انطلقت من جنوب لبنان توصل للأعماق. يعني دكتور محمد، لذلك لا هناك في مشكلة تواجهها نعم. الاحتلال. يعني دكتور محمد، هي بالنسبة للصاروخ الحوثي الذي تمكن من الوصول إلى أجواء وقلب إسرائيل، يعني هناك أيضا تساؤلات، يعني في تحالف بريطاني أمريكي موجود في البحر الأحمر، لماذا لم يتصدى؟ دعني أنتقل بهذه النقطة إلى أستاذ طارق. أولا مرروها هي رسالة، احنا عايزين نعرف الرسالة هذه كيف سوف يلتقطها نتنياهو. أستاذ طارق أريد أن أسألك الآن، يعني أستاذ دكتور محمد تحدث عن فتح الجبهات يسبب صداع لإسرائيل، الصداع الذي سيتسبب للإدارة الأمريكية، هل ستتمكن التشافي منه في هذه الإدارة أم ستذهب الأمور إلى إدارة أخرى أو الإدارة المقبلة؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، التحالف البريطاني الأمريكي المتواجد في البحر الأحمر لحماية الملاحة الجوية، لماذا لم يتصدى للصاروخ الباليستي يوم أمس ووصل إلى إسرائيل؟ يعني بالنسبة للسؤال الأول، يعني بالتأكيد الصداع لن يكون فقط لإسرائيل وإنما للولايات المتحدة أيضا. استراتيجيتها كانت مبنية منذ يعني 7 أكتوبر وحتى الآن على خفض التصعيد، على عدم توسيع نطاق الحرب، ويعتقد بأنها نجحت إلى حد كبير في ذلك على الرغم من التوترات التي شاهدناها في مراحل منفصلة خلال الأشهر الماضية. ولا أعتقد أن الولايات المتحدة سترحب أو تشجع إسرائيل على القيام بأي عملية للتوسيع سواء كان ذلك في لبنان أو غيرها. لكن السؤال دائما يظل في نقطة أساسية، وهي ما الأوراق التي هي بحوزة إدارة بايدن والتي ينظر لها الآن على أنها بطة عرجاء غير قادرة على اتخاذ مواقف وغير قادرة على وقف تسليح إسرائيل أو حتى التلويح به؟ هذا سؤال محوري جدا، ولا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تمتلك يعني القدرة على ممارسة هذا الفعل في اللحظات الحالية، بالنظر إلى أن التوجه كله يذهب إلى الانتخابات ويذهب إلى محاولة كسب أصوات اليهود وفي نفس الوقت كسب أصوات الجاليات العربية خصوصا في ميتشيغان. وبالتالي لا أعتقد أنه سيكون هناك تغير واقعي على الأرض، ونتنياهو قد يغامر بعملية محدودة لإحراز الإدارة الأمريكية ولإظهار دائما بأن غضب إسرائيل يجب أن تتحسبه له. أما السؤال الثاني فلا أعتقد أنه يعني الإدارة الأمريكية أو البريطانيين تخذلوا في هذا الشأن، لأنه كما هو معلوم الصواريخ التي تصل من الحوثيين إلى إسرائيل هي صواريخ يعني باليستية، وهذا ليس الحادث الأول، كان هناك صاروخ سابق، ولا أعتقد أنها رسالة إلى إسرائيل أو يعني محاولة التخلل عن ذلك، لأنه إسرائيل أيضا لديها صواريخ أرو التي تستطيع إسقاط مثل هذه الصواريخ الباليستية التي تذهب إلى خارج الغلاف الجوي ثم تسقط على إسرائيل في يعني هذا يخلينا النقطة التي محددة. طيب سيد طارق، يعني هو 3 مرات تم اختراق المجال الجوي الإسرائيلي، المرتين الأولى كان عبارة عن طائرات مسيرة بعيدة المدى تمكنت من الاختراق الأجواء الإسرائيلية، بس هذه المرة نتحدث عن صاروخ باليستي مناور في الجو، ربما له خصائص، ولكن هذا أيضا يجعلنا نطرح سؤال، يعني هل معنى ذلك بأن الصواريخ التي تنتجها إيران وتحولها إلى الميليشيات الحوثية متقدمة وتفوق التكنولوجيا الأمريكية الإسرائيلية؟ ليس بالضرورة، ربما تكون هناك أخطاء فنية لدى الإسرائيليين أو ربما لدى الأمريكيين أيضا، لا أدري ولا نعرف ما هو نوعية الصاروخ الذي يعني سقط، هل هو صاروخ متقدم بالفعل؟ يعتقد باليستي مناور لديها، يعني هم كانوا يقولوا أنه نعم. صاروخ باليستي مناور في الجو. نعم بالتأكيد، يعني ربما يكون لدى إيران صواريخ أكثر تطورا قادرة على المناورة، وهذا يعني ما تحدثت به الآن، هذا يعني أنه يصعب ترصد وإسقاط الصاروخ لأنه لا يسير في مسار واحد، هو يسير في مسار ثم يغير اتجاهه مرة أو مرتين، وهذا يعني أنه يصعب إسقاطه. إذا كان لدى الحوثيين والإيرانيين هذه الأسلحة فهي رسالة إلى إسرائيل وإلى الولايات المتحدة أيضا، ولا أعتقد أنه هم سيأخذون ذلك على محمل المزح وإنما سيأخذونه بجدية. السؤال هو أيضا ما الذي ستفعله إسرائيل؟ هل هي ستقوم بشن هجمات أخرى على الحوثيين مثلما فعلت من قبل أم سوف تنتظر لأنها لا تريد تصعيد الموقف في اللحظة الراهنة؟
نعم، يعني هو نتنياهو توعد بأنه سيكون هناك رد قاسي على الحوثيين بعد سقوط هذا الصاروخ. بس سؤالي لحضرتك أيضا يا دكتور سيد طارق، ما هي الضمانات الأمريكية التي يمكن أن تقدم إلى نتنياهو حتى لا يذهب إلى جبهة شمالية أو يفتح جبهة ثالثة؟ ربما يكون لدى الأمريكيين نوع من الإشارات الخضراء من الإيرانيين بمحاولة لزم حزب الله عن التصعيد في المرحلة القادمة. ربما يكون هذا أحد التصورات الأمريكية، لأنه إذا لم يفعل ذلك الإيرانيون بالتنسيق مع الأمريكيين من تحت الطاولة أو عبر وسطاء آخرين مثل عمان أو غيرها، فأتصور أن المنطقة كلها ستكون يعني على شفا حرب أوسع إذا ما قرر بالفعل نتنياهو المغامرة بذلك. أنا لا أعتقد أنه نتنياهو بالفعل جاد في هذا الأمر، لأنه الخطر سيكون كبير بالفعل. والدليل على ذلك أنا يعني ما لاحظه المراقبون بعملية إسقاط المنشورات، وثم يقولون بأنه هذا كان تصرف فردي. يعني لا أتصور أن التصرفات الفردية في حالات الحرب تتم بهذه الطريقة، هي محاولة تحذير لكنها في نفس الوقت يعني محاولة تخويف لحزب الله بأنه ستكون هناك يعني هجمات جادة إذا ما أصر حزب الله على الاستمرار في ناجي الحال. طيب سيد إبراهيم، كيف يمكن أن يحافظ حزب الله على حدود ما يحدث الآن، لا يكون هناك أي غلطة؟ لأنه يقال بأن الحرب تذهب إذا كانت هناك غلطة مثل الصاروخ الذي سقط قبل ذلك في الجولان. هل ممكن أن يكون هناك حفاظ على هذه القواعد الآن لمدة عام وربما أكثر؟ هنا هذا السؤال مهم للغاية. لماذا؟ لأن استمرار التوتر منذ ما يقارب السنة الكاملة وصولا إلى اليوم يجعل من كافة الحسابات أو حسابات الفريقين تضيق أكثر وأكثر. يعني وإن كانت الحكومة الإسرائيلية حتى الساعة لا تبدي الحماسة على الأرض أقله لتصعيد العمليات نحو اجتياح بري أو ما سوى ذلك، من هنا نتكلم عن عناوين الكبيرة للحرب وليس تصعيد الضربات، فهذا لا يعني بالضرورة أنها قد لا تصل إلى مرحلة لا يمكن احتمال هذا الوضع، خصوصا داخليا على الصعيد السياسي الداخلي بين في قلب الحكومة اليمينية وعند جانب المعارضة التي تضغط شيئا فشيئا على الحكومة الإسرائيلية، وإن كان بهدف الإحراج السياسي والاستعمال الداخلي مثل ما يفعل بيني غانتس ويائير لابيد وحتى قيادة الأركان الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي. لكن كل هذا لا يعني أن تل أبيب قد لا تصل إلى مرحلة يصبح هذا الأمر واقعا على الحدود، لأن البقاء طيلة سنة كاملة على هذه الحال وإن كانت القواعد مضبوطة بين الجانبين مع تصعيد من وقت إلى آخر، لكن هذا لا يعني أن الوضع يستطيع الاستمرار. المخرج الوحيد اليوم لكلا الجانبين هو قرار مجلس الأمن الدولي 1701 أن يطبق من الجانبين، هو الحل والمخرج الوحيد، هي خلينا نسميها باللبناني السلم الموجود للنزول عن الشجرة لحزب الله من جهة ولحكومة نتنياهو من جهة. سوى 1701 لن يكون هناك أي حل، بل سنذهب إلى تفاقم الأمور بسبب طول زمن هذه المعركة. يعني يا سيد إبراهيم، الدمار الذي يلحق يعني هو فتح الملفات، يعني مثلا الآن عندما جاءت حملة عملية 7 أكتوبر تم ربط جبهة حزب الله كجبهة إسناد لحماس، والآن المبعوث الأممي يتم الطرح في ترسيم الحدود وقرار 1701، وهو أساساً قبل 7 أكتوبر على فكرة ما كانوا يتحدثوا عنه بشكل كبير كما هو بإلحاح الآن. هل تعتقد أنه فقط إذا فصل حزب الله ما يجري في الجنوب عن لا يعتبرها جبهة إسناد لحماس ممكن أن تنحل المسألة، يهدأ التوتر في الجنوب اللبناني؟ لا لا لا، هي المسألة ليست بهذه السهولة. قد يؤثر نعم ويذهب إلى تهدئة لكن ليست بهذه السهولة. لماذا؟ لأن الوضع في المنطقة بعد 7 أكتوبر تغير على مختلف الجبهات أو مختلف الوجود الفصائل والأذرع الموالية لإيران. هناك لابد من إجراءات أمنية أو إجراءات متغيرة على وضع الحدود على الجانبين بين لبنان وإسرائيل. أيوة. لأن وجود يعني إسرائيل تعتبر أن وجود حزب الله
على هذه المقربة من الحدود قد يؤدي مستقبلا، إن لم يكن اليوم مستقبلا، لتكرار عملية 7 أكتوبر. وكذلك الأمر، تعتبر أن وجود الفصائل في سوريا على المقلب الآخر في جنوب سوريا يؤدي إلى نفس السيناريو، ولهذا نراها تتحرك في الضفة الغربية وتحاول تغيير قواعد الأمن السابقة وتحاول الوصول إلى ترتيبات أمنية جديدة. نعم. المقترح الذي حمله هوكستين اليوم كان محمولا منذ ما قبل الحرب، حرب 7 أكتوبر، ما يتعلق بترسيم الحدود. وكلنا نذكر في مثل هذه الأيام قبل سنة كان هناك مسألة ما عرفت بخيمة حزب الله في منطقة مزارع شبعة، والتي أدت إلى توتر عالي مع الجانب الإسرائيلي، وكانت أن تذهب الأمور إلى مواجهة حتى جاءت 7 أكتوبر واختلفوا عنوان هذه المواجهة. لكن المواجهة التي نعيشها اليوم هي كانت آتية لا محالة. نعم. على الجبهة اللبنانية، كانت اشتعلت مع غزة أم لا، ولهذا هناك ترتيبات أمنية لابد منها مع 17-01 لإعادة الهدوء إلى هذه الجبهة، وإلا لن يكون هناك أي هدوء. نعم. طيب سأختم معك دكتور محمد المصري. أولا بالنسبة للصاروخ، أنا هرجع للصاروخ، طالما قلت أنه هو رسالة يراد تمريرها، هل الرسالة فقط ليلتقطها الإسرائيليون وما هي؟ هذا أولا. الأمر الآخر، لماذا لا تنظر للأمور مثلا من زاوية أخرى، أنه تمرير هذا الصاروخ الإيراني أن يضرب قلب إسرائيل، يجعل هناك فتح إدارة جديدة تفتح على إيران بشكل مختلف عما هو من الإدارة الديمقراطية مثلا؟ ست هاني، هذا الصاروخ حتى يتم تفعيله يحتاج إلى خطوات متعددة وكبيرة جدا. أولا نقله من مكان إلى مكان على مجرور، على سيارة أخرى بمعنى على مجرور، والترتيبات قبل إطلاقه يحتاج حوالي 30 دقيقة. ونحن نعرف تماما أولا وقبل كل شيء أن هناك في عمل استخبار وجمع المعلومات، ويكون في تقدير موقف مسبق بأن هذه الدولة تستطيع أن تقوم بهذا العمل أو لا. الإسرائيلي والأمريكي وضع هذا الموضوع إنه خارج نطاق التفكير بتاعه. الجانب الآخر، حينما تم تفعيل الصاروخ، لماذا لم يتم رصده من الأقمار الصناعية الأمريكية والإسرائيلية أصلا؟ وهناك في زوارق وبوارج حربية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة في البحر الأحمر، وفي قاعدة أيضا في قبرص موجودة قاعدة بريطانية، وقاعدة في اليونان أمريكية. وبالتالي انطلق الصاروخ ويترك أثر حرارة كبير جدا. حتى بعد ما انطلق الصاروخ، هذه الحرارة قد تكون في مجسات الأقمار الصناعية ترصدها، بمعنى وصل الأراضي دولة الاحتلال، أراضي فلسطين المحتلة، ودخل الحيز الجغرافي وأطلق عليه 20 صاروخ، والعشرين صاروخ لم يسقطوا. هذا الصاروخ واليوم لجان التحقيق موجودة. لماذا؟ لأنه هناك في يعني شيئا ما حصل، ليس فقط في العطب الذي أصاب منظومة الدفاعات الجوية، بل أكثر من ذلك، وانطلاقه من حيث المبدأ ودون الإبلاغ بمعنى الإنذار المبكر لم يكن موجودا. نعم. وأعطي للمواطنين في دولة الاحتلال دقيقة واحدة للزوق في الملاجئ، بمعنى هذا الشيء معيب في العمل الأمني والاستخباري، وأنا كرجل أمن بعرف ذلك جيدا، أنك أنت فشلت حتى تعمل إنذار مبكر، وفشلت بالتصدي، وفشلت أيضا في إدارة المعركة من حيث مع الحلفاء، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. هذا علامة استفهام، قد تكون الأيام القادمة هي التي تجيب عن هذا الصاروخ، ولكن الصاروخ ليس هو المهم. المهم أنه هناك في عملية عطب في منظومة الدفاعات الجوية الإسرائيلية، وممكن اختراقها، وتم اختراقها في أكثر من مرة. طيب، هو صراحة أنا كنت حابة، يعني هو الوقت خلص، بس يا دكتور محمد، إذا لم تتمكن القواعد الموجودة في المنطقة لصد هذا الصاروخ، كان في دول ممكن أن تسقط هذا الصاروخ كما حدث في صواريخ سابقة. فأنا كنت أريد أن أركز أكثر على الرسالة السياسية التي ترسل لإسرائيل، سواء من دول إقليمية أو من الولايات المتحدة الأمريكية. إذا عندك رد في أقل من دقيقة. أقل من نصف دقيقة. نتذكر 13-4 حينما كان في إرادة أمريكية لحماية الأجواء الإسرائيلية، استنفرت كل منظومتها الدفاعية في المنطقة، وأسقطت لا يقل عن 95% من عدد عشرات الصواريخ، وليس صاروخ واحد. وبالتالي علامة الاستفهام تبقى باقية في حضن الإدارة الأمريكية الحالية. نعم. هل أرادت أن تقول لإسرائيل أنت بحاجتي كما كنت بحاجتي في 7 أكتوبر وفي 13-4 من هذا العام أم لا؟ أنا أعتقد أنه هناك في مهم جدا الرسالة الأمريكية وصلت قبل الرسالة اليابانية أو الحوثية أو أي حدا تطلق. شكرا من رام الله الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور محمد المصري، ومن بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، وأيضا ضيفنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق شامي. شكرا جزيلا لكم جميعا.
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 18 شخصا على الأقل خلال الليل وفجر الاثنين، بينهم 10 قضوا في غارة طالت أحد المنازل في وسط قطاع غزة. هذا وأظهرت لقطات مصورة أطفالا نجحت الطواقم في إنقاذهم أحياء. خلص مش مجروح والله. يلا باي يا عمو. عايش 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 مرت ابراهيم هناك يدور على ابراهيم مرته هناك بالشام فيش كله. ومع تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق غزة، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال طفل من تحت أنقاض منزل عائلة أبو شعر في رفح الذي قصفه الجيش الإسرائيلي. استديو الحدث مستمر وفيه أيضا فيديو يفطر القلوب لطفلين سودانيين يجمعان الذرة المتناثرة على الأرض. الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. مية تكفي كل النازحين ما فيش، أكل يكفي كل النازحين ما فيش، الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح احنا. الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. ما رضينا نطلع احنا. مش عارفين ايش نعمل، يا علي دخيل الله موقف الحرب يا علي. أوقفوها تعبنا والله تعبنا. الوجع لا يعرف هوية، الموت ليس له بوصلة، والحروب لا تترك خلفها
إلا القصص، وأناسا بلا عناوين. بكم مشاهدين من جديد. أبدت الأمم المتحدة قلقها إزاء العنف المسلح المستمر في مدينة الفاشر شمال دارفور، وأشارت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في السودان إلى عدم وجود مبرر للهجمات المباشرة على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق الأساسية مثل المستشفيات. وحثت المسؤولة الأممية جميع أطراف النزاع إلى ضمان حماية المدنيين. هذا وتداولت منصات التواصل الاجتماعي تسجيلا لطفلين جائعين يجمعان حبات الذرة المتناثرة على الأرض من أحد الباعة في مدينة الدلنج جنوب غربي السودان، ما يعكس الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه المدنيون هناك. تستضيف مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان اليوم قمة رئاسية ثلاثية بين الرئيس السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس دولة الجنوب سلفا كير والرئيس الإريتري أسياس أفورقي. وبحسب مصادر للحدث فإن القمة تبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وعلى رأسها الحرب في السودان وإيجاد سبل الحل، كما ستقف على الأوضاع بدولة جنوب السودان بعد التوتر بين الفصائل المعارضة ونظام الحكم في جوبا. وتأتي قمة جوبا قبيل سفر البرهان للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأمريكية. من القاهرة ينضم إلينا اللواء الدكتور أمين إسماعيل مجذوب المختص في إدارة الأزمات في مركز البحوث الاستراتيجية. أهلا بك معنا دكتور أمين. دكتور أمين، يعني البرهان الآن في جوبا وهناك قمة، وكانت يعني كان هناك موقف تاريخي لجوبا في احتضان أو في الاتفاق التاريخي السابق، هل هذه القمة هي بداية الانفراجة برأيك؟ مساء الخير، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. حقيقة هذه القمة بها عدة محاور، منها مراجعة الاتفاق السياسي والتدهور الذي حدث في العلاقة داخل الحكومة السودانية، وأيضا مناقشة ما يعرف بالتجارة البينية، تأثرت جنوب السودان بإيقاف البترول، وأيضا أريتريا تأثرت كثيرا باحتياجاتها من المواد الغذائية من السودان. كذلك الجند الثالث وهو مهم جدا، إنشاء تحالف إقليمي يضم الدول الثلاثة لإحلال السلام في هذه المنطقة بعد تأثر الدول الثلاثة بهذه الأزمة الموجودة في السودان. أيضا جنوب السودان لديها إشكالية في تأخير الانتخابات وزيادة الفترة الانتقالية، ومعلوم أن السودان أيضا كان ضامن لاتفاق السلام في جوبا، وبالتالي لو رأينا هنالك تقاطعات ومصالح بين الدول الثلاث لا بد من اللقاء، لا بد من التنسيق، خاصة وأن هنالك جمعية عامة للأمم المتحدة، ربما يلتقي الرؤساء هناك ويلتقون برؤساء دول عظمى وإقليمية، لا بد من توحيد المواقف بينهما. نعم، طيب هل المطلب الأمريكي من الدعم السريع بمغادرة الفاشر ووقف إطلاق النار هناك، كيف يمكن لهذا الموقف الأمريكي أن يخدم الجيش في تحركاته على الأرض؟ طبعا إيقاف العمليات والحصار على الفاشر يمكن للقوات المسلحة أنها تستفيد من القوات الموجودة في تلك المنطقة، خاصة وأن هنالك إصرار على عدم المساس بالفاشر من قبل القبائل الموجودة في دارفور، وهي القبائل المناهضة للدعم السريع. أعتقد أنه دعوة الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس الأمن
بفك الحصار عن الفاشر ربما يكون هو نقطة السلام المفقودة. إذا تم فك الحصار عن الفاشر ربما تنتهي الحرب، ربما يعود الدعم السريع، ربما تكون هنالك حلول منطقية باعتبار أن الدعم السريع لم يستولى على السلطة، لم يحاسب القادة العسكريين كما ادعى في اليوم الأول، وبالتالي أصبحت العقدة الآن هي فقط الفاشر. الدعم السريع يرى أنه لا بد أن يطلع بمكسب، ما لم يكن له مستقبل سياسي أو عسكري فلا بد أن يكون له مستقبل في كيكة السودان، أن ينفصل بدارفور. فبالتالي هذه الدعوة هي مفصلية، وأعتقد أن الدعم السريع سيستجيب في النهاية بعد فشله في إسقاط الفاشر أو حتى العودة إلى المناطق التي خرج منها في العاصمة. نعم. طيب، خريطة السيطرة على الأماكن في الأرض الآن أصبحت تميل الكفة إلى من؟ لأنه في فترة من الفترات تغلب الدعم السريع على الجيش. طبعا مسألة الانتشار والسيطرة بينهما فارق كبير. الدعم السريع ينتشر حقيقة في عدة ولايات، في الوسط، في الشمال، وفي دارفور، انتشار وليس سيطرة، باعتبار أنه حتى الآن لا يستطيع أن يدير أي إدارة مدنية أو يدير أي أسواق أو يدير أي علاقات داخلية أو خارجية. وبالتالي الآن ميزان القوة يميل للقوات المسلحة باعتبار أنها تستخدم سلاح الطيران والمدفعية في تدمير الكتلة الصلبة للدعم السريع، وبالتالي هذا التفوق في ميزان القوة على الأرض ربما يجعل قوات الدعم السريع الآن مهيئة أنها تخرج بأي عمليات عسكرية أرضية، وهذا ما سيتم في تقديري بعد انتهاء فصل الخريف الذي تبقت له أسابيع ثلاثة فقط، وينتهي فصل الخريف وتبدأ العمليات العسكرية البرية. نعم. طيب دكتور أمين، طالما قمة جوبا سأعود إليها تنعقد قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوحيد المواقف، ما هي الأوراق التي سيذهب بها البرهان إلى الجمعية؟ وهل ممكن أن يكون هناك تواجد أيضا لحميتي قائد قوات الدعم السريع؟ أبدأ من الأخير، حميتي لا وجود له لأنه ليس لديه أي منصب يخوله حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. الأوراق التي سيحملها البرهان هي تأثر دول الجوار بهذه الأزمة، خاصة أريتريا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وأثيوبيا، وبالتالي هذه الأوراق كافية إنه المجتمع الدولي ينظر إلى هذه الأزمة المنسية، يحاول أن يضغط على الدعم السريع لإيقاف هذه الأزمة، وبالتالي بدء فترة انتقالية كما يريد الشعب السوداني والانتقال الديمقراطي. وهذه الأمور لا بد من استصحابها، هذا التأثر الكبير للإقليم سواء كان في القرن الأفريقي أو في منطقة الساحل، وكذلك الجوار الغربي للسودان في ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، في تأثير كبير جدا شعبي واقتصادي وعسكري. ولذلك هذه الأوراق ربما يشملها خطاب البرهان أمام الأمم المتحدة. نعم، شكرا جزيلا من القاهرة اللواء الدكتور أمين إسماعيل مردوب المختص في إدارة الأزمات في مركز البحوث على هذه الإيضاحات. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا عملية للشرطة الألمانية في كولونيا بعد انفجار وسط المدينة. السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير.
الآن تتقدم قوات الجيش الإسرائيلي وآلياته. ميه تكفي كل النازحين ما فيش، أكل يكفي كل النازحين ما فيش، الناس بتمشي فوق بعض. أقدمت قوات الجيش الإسرائيلي على إحراق عدد من مراكز الإيواء في منطقة شرق جباليا. إحنا تعبنا من تنقلنا من مكان لمكان. وين العدل؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ بقصف كل المصابين أطفال، نساء، كبار في السن. لا نريد منكم مساعدات، نريد الضغط على الاحتلال بوقف عدوانه وقتل أطفالنا ونسائنا. مش عارفين وين نروح إحنا؟ الآن تحرق هذه المدارس ومراكز الإيواء. ما رضينا نطلع إحنا. مش عارفين إيش نعمل يا علي دخيل الله، موقف الحرب يا علي. أوقفوها تعبنا والله تعبنا. بكم مشاهدين من جديد. أعلنت الشرطة الألمانية وقوع انفجار في وسط مدينة كولونيا، ونشرت الشرطة المحلية على منصة إكس أن عناصرها فرضوا طوقا أمنيا في مكان الحادث وطلبت من السكان تجنب المنطقة. وأشارت صحيفة بيلد إلى وقوع أضرار مادية في مكان الانفجار وأن تحقيقات تجرى لمعرفة الخلفيات. وسط توقعات بعدم تمريره، يناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، والذي يعد من أهم القوانين المثيرة للجدل في البلاد. برلمانيون عراقيون قالوا إن قانون العفو العام يواجه انتقادات كونه يعطي فترة سماح لمختلسي المال العام، محذرين من عواقب استخدام القانون لإطلاق سراح الإرهابيين لتحقيق مكاسب سياسية، في حين أكدت لجنة البرلمان القانونية أن قانون العفو العام لا يشمل المتورطين بالإرهاب وسرقة المال العام وتجار المخدرات. في المقابل تضغط قوى المكون السني باتجاه إقرار التعديل لإنصاف أبناء المحافظات السنية الذين صدر ضدهم أحكام تعسفية. ويعتبر قانون العفو العام أحد أبرز مطالب القوى السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل ائتلاف إدارة الدولة المشكل للحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني. لمناقشة هذه التفاصيل من بيروت ينضم إلينا أمير الدعمي المحامي والخبير القانوني. أهلا وسهلا بك. أول شيء سيد أمير، يعني إذا كان هذا القانون لا يعفي مختلسي المال العام والمحكومين طبعا في قضايا الاختلاسات أو الإرهاب، ما هو سبب التخوف منه إذن؟ نعم، تحية لك استهاني وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. يعني أولا الأقاويل كثرت حول هذا القانون، والقانون لحد الآن لم يطلع أحد على مضمونه، رغم أنه هذا القانون كان من ضمن اتفاقات إدارة الدولة، ائتلاف إدارة الدولة، على أن يشمل من ذهب بجرة المخبر السري، الأبرياء في السجون وغير من الأمور الأخرى. لكن الآن الحديث في عند بعض الأروقة السياسية أنه هذا القانون قد يكون مكرر لقانون رقم 27 لسنة 2016. ايضا ذاك القانون ذاك كان يعني مضمون عنوانه العفو العام، لكن بمضمونه هو شمل فقط الفاسدين وسراق المال العام. وهناك من يحاول ان يكرر هذه التجربه رغم عدم اطلاعنا، لكن ما يدور في الحديث بالاروقه السياسيه والنيابيه انه هذا القانون لا يختلف كثيرا عن قانون 2016، خصوصا ان هناك اختلاف عن اليه المشمولين بهذا القانون او تعريف الارهاب. وبالتالي أنا أعتقد أن هذا القانون سيكون نسخة مكررة وفارغ من مضمونه الذي يشمل به الأبرياء الذين يقبعون الآن بالسجون بجريرة المخبر السري. أنا لا أتحدث عن المجرمين، أتحدث عن من ذهب بجريرة المخبر السري والاعتقالات العشوائية. طيب أين وصل الآن الاتفاق حول تمرير هذا القانون في البرلمان؟ لحد الآن هو خاضع للمساومة السياسية. يعني اليوم لو لاحظت جدول أعمال مجلس النواب هناك ثلاث فقرات، فقرة شيعية، فقرة سنية، فقرة كردية، لكن هو يقابل قانون العفو العام، يقابل قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188. وبذلك أنا لا أعتقد أن هذا القانون سيرى النور، خصوصا أن هناك معارضة شعبية وهناك عدم رضا قد يكون لهذا القانون، وبالتالي
وضعوا قانون العفو العام مقابل قانون تعديل الأحوال الشخصية، وبالتالي أنا أعتقد هو خاضع للمساومة السياسية والمقايضة، ولن يرى النور لا قانون التعديل ولا قانون العفو العام. وحتى لو كان هناك إقرار لقانون العفو العام، هذا القانون وحسب اطلاعي على مسودته القديمة، أنا ما أعرف إذا عدلوا على المسودة أو لا، لكن هذا القانون بمضمون اللي سيتم تشريعه الذي اطلعت عليه قديما هو لا يكون محتوي على يعني بنود تشمل الأبرياء الذين يقبعون الآن في السجون، هو يشمل الفاسدين حصرا. طب ما ليه؟ هل الأبرياء طالما ثبتت براءتهم يحتاجون إلى قانون لإخراجهم من السجن؟ وين دور المحكمة هنا؟ لا ست هاني، العراق بعد 2003 مر بمرحلة قد تكون هي صعبة جدا، يعني الإرهاب ضرب العراق بشكل يعني فج. بالمقابل يعني كانت هناك يعني بدعة عندنا هي المخبر السري، كانت عندنا الاعتقالات العشوائية. نعم. يعني في سنة 2012 عندما حدثت القمة العربية في بغداد اعتقل بحجة الاحترازات الأمنية 3000 عراقي، وكلهم دونوا بالإكراه وبالتعذيب على إفاداتهم بجرائم لم يقوموا بها. وبالتالي مررنا بمرحلة تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى تصحيح. لذلك الأبرياء اللي أقول عنهم هم ذهبوا بجريرة الاعتقالات العشوائية وأرغموا بالإكراه على تدوين أقوالهم وإفادات مصحيحة، وأيضا إفادات مخبر سري ذهبت بهم إلى السجون. طيب بالنسبة لمختلسي المال العام، إذا كانوا سيستفيدون من هذا القانون، ما هي الثغرة القانونية التي تجعلهم يستفيدون؟ أكيد في ثغرة قانونية حتى وإن كانت غير واضحة للعوام. أي ثغرة لا توجد، وإنما ذهبوا إلى في قانون 2016 ذهبوا إلى إقرار فقرة أنه يتم تعويض المدة المتبقية من الحكم ثلث المدة أو نصف المدة مقابل مبالغ مالية. طيب ما أنت هذا سارق ومختلس دون أن تسترجع منه الأموال مليارات الدنانير وملايين الدولارات، ممكن أن يشتري المدة المتبقية عنده بهذه الأموال وبالتالي يخرج إلى الحياة. طب المكون السني الآن طالما أنه لن يتم الإفراج عمن زج بهم في السجن بالظلم وأثبتت براءتهم، لماذا يضغط إذن لإقرار القانون ولم يطالب بتعديله؟ يعني أولا أنا قلت لك لحد الآن كمضمون اطلاع للقانون ما مطلع عليه، ولا تنسين الآن المكون السني يتناحر ويتصارع فيما بينه، لا توجد رؤية موحدة، لا توجد يعني قناعة بهذا القانون من عدمه، وبالتالي الكل يذهب إلى أن يجر هذا القانون إنه هو الذي سيذهب إلى إقراره. ومع ذلك أنا لا أعتقد الآن الكتل السنية قادرة على إقرار هذا القانون أو تستحق أن تضمن أن هذا القانون يكون يعني يفرج عن الأبرياء، وبالتالي الصراع السني هو الذي يضعف من السنة في إقرار مثل هكذا قانون. شكرا من بيروت أمير الدعمي المحامي والخبير القانوني، شكرا جزيلا لك. في ظل أزمة اقتصادية أصبح كثير من المصريين يلجؤون لشراء حلى صينية مستوردة تشبه الذهب كبديل أرخص للمعدن الأصفر، وذكر التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي أن الطلب على العملات الذهبية والسبائك زاد في مصر بنحو 58% ما بين 2022 و2023، حيث استخدمه المصريون لحماية مدخراتهم من خفض قيمة العملة. دلوقتي احنا بنقدم ذهب صيني بكواليتي عالي جدا، ليه؟ لان دلوقتي احنا في الدخل بتاع المواطن المصري بقى دخل ضعيف شويه، بنحاول نعوض قله المواطن ان هو يقدر يشتري الذهب، فبنحاول نقدم حاجه كواليتي عالي جدا زي كده بفينش عالي جدا نفس فينش الذهب، حاجه ما تاثرش خالص، وبرده عشان نوفر على العميل ان هو البهجه بتاع الذهب. بشتري الذهب الصيني لان بقى افضل من الذهب في الاسعار، لان دلوقتي الاسعار بتاعه الذهب بقت عاليه جدا، فبالنسبه لي ان الذهب الصيني كواليتي حلو برده مش وحش، وفي نفس الوقت بسعر رخيص مش غالي، وفي حاجات حلوه جدا منه وشبيهه لنفس الذهب بالظبط، وفي حاجه برده زي الاستانلس ما بيتغيرش لون حلوه جدا برده، ونفس اشكال الذهب ونفس ميه الذهب وكل حاجه. اصبح يعني في الوقت الحالي هو البديل الرئيسي بعد الذهب، لان احنا من قديم الازل واحنا بنحب الزينه والحلي والحاجات دي كلها، ف
هو بقى هو البديل في الشبكه. لو حد عايز لو في واحد عايز يخطب ومش قادر يجيب دبله فيدوبك بيجيب الدبله مثلا او ويبدا يكمل من الذهب الصيني. مشاهدينا شكرا لكم على كرام المتابعة. دوما الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، تابعوها وتفاعلوا معها، وأيضا زوروا موقعنا الإلكتروني الحدث دوت نت. انتهت الساعة الأولى من برنامج استوديو الحدث، دقائق ونعود ونلقاكم في ساعتنا الثانية، ابقوا معنا. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم السريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى. نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. Thank you.
ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم بنكهة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثا عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من استوديو الحدث إلى العناوين. وزير الدفاع الإسرائيلي يستبعد إمكانية التسوية مع حزب الله تزامنا مع زيارة الوسيط الأمريكي. رغم النفي الرسمي، نيويورك تايمز تكشف أن الحوثي وحماس لديهما مكاتب في بغداد بحراسة مشددة من حزب الله العراقي. البرهان يبحث تطورات حرب السودان في الجارة التي شهدت اتفاقا تاريخيا بين الخرطوم وحركات كفاح مسلح. وزير خارجية إيران يعتبر الاتفاق النووي إطارا مناسبا لاتفاق جديد ويدعو إلى تبادل إزالة المخاوف. ترامب يتعرض لمحاولة اغتيال ثانية خلال شهرين، ومسؤولون أبلغوا حملته بنية إيران تصعيد الهجمات. أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 فوق محافظة ذمار ليلة أمس، وقال إنها ثالث مسيرة أمريكية يتم إسقاطها خلال أسبوع. نجحت دفاعاتنا الجوية بعون الله تعالى في إسقاط طائرة أمريكية النوع MQ-9 في أجواء محافظة ذمار، حيث كانت الطائرة تنفذ مهام عدائية وقد تم إسقاط الطائرة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هذه الطائرة هي الثالثة خلال أسبوع والعاشرة من هذا النوع، والتي تتمكن دفاعاتنا الجوية من إسقاطها في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. رغم النفي العلني، أكد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين عراقيين أكد وجود مكاتب لحماس والحوثيين في بغداد بصورة سرية وسط إجراءات أمنية مشددة. وقالت الصحيفة إن بعض المسؤولين الحكوميين العراقيين ليسوا متحمسين لضيوفهم الجدد، إلا أن الحكومة ليست لديها القدرة على منعهم نظرا لنفوذ الأحزاب السياسية العراقية التي لها علاقات مع إيران. وبحسب نيويورك تايمز، فإن أحد المخاوف أن يدفع هذا تواجد الجيش الإسرائيلي إلى ضرب داخل العراق، ما يزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
إذن بمكاتب سرية ودون دعوة معلنة، يبدو أن العراق على موعد مع ضيوف جدد. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز حذر من تحول العراق إلى محور جديد لحماس والحوثيين تحت مظلة إيران. الصحيفة قالت إنه لا توجد أي لافتة تشير إلى المكتب السياسي الجديد لحماس في بغداد، بينما يقع مكتب الحوثيين على مسافة قريبة وسط حراسة مشددة، وكلاهما في منطقة تسيطر عليها كتائب حزب الله. وأكدت الصحيفة أن مسؤولين حكوميين عراقيين سمحوا لحماس والحوثيين بتأسيس وجود أكثر ديمومة في بغداد قبل أشهر، وأن الشخصيات السياسية والعسكرية العراقية تعزز من هذا الوجود، بينما يقول مسؤولون حكوميون إنهم ليسوا متحمسين لضيوفهم الجدد. الأمر الذي اعتبرته الصحيفة تغيرا كبيرا في السياسة العراقية المتمثلة بالسماح لميليشيات إيران بتوسيع نفوذها في العراق. كما وجدت حماس والحوثيين في بغداد دعما من الأحزاب العراقية المرتبطة بإيران. وبالرغم من تزايد نفوذ طهران في بغداد، ترى الصحيفة أن بغداد تظل لاعبا محوريا في معادلة الصراع الإقليمي بين إيران من جهة وواشنطن وإسرائيل من جهة أخرى. من بغداد ينضم إلينا مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي. أهلا بك معنا دكتور حسين. أولا، ما هو رد وموقف الحكومة موقف ورد الحكومة العراقية من التقرير الذي نشر في نيويورك تايمز؟ لا، هو ما سأتكلم به حقيقة هو ليس رد، وإنما تشخيص لما ورد من بعض المعلومات الغير صحيحة التي قادها المحرر حقيقة للقصة. يعني هنالك متحدثين نحترم وجهات نظرهم، لكن بالمقابل فحوى القصة حقيقة غير دقيق غير صحيح، لأننا نتعامل الآن من خلال التواجد الدبلوماسي للدولة الفلسطينية عبر السفارة الفلسطينية هنا في العاصمة بغداد، وكذلك وسعادة السفير الفلسطيني يشارك في الفعاليات الحكومية العراقية يعني كل فعالية يدعى لها ويشارك بها، وكذلك سعادة السفير اليمني كذلك يشارك في الفعاليات الحكومية والفعاليات كذلك بالمقابل غير الحكومية. لكن بالمقابل قد يكون هنالك دبلوماسية شعبية للقوى السياسية وكذلك ممثليهم للمكاتب الإعلامية التي قد تكون لها ممتدة خلال السنوات الماضية، وهذا بالتالي ما يجعل تسليط الضوء على هذه القضية في هذا المسار ليس أكثر. ما زلنا نتعامل مع الدول التي يعني ضمن الفضاء العربي والمنطقة العربية والوطن العربي والجامعة العربية، ونتعامل وفقا للأعراف الدبلوماسية والأعراف كذلك بالمقابل السياسية في إطار عملنا العربي المشترك ومواجهة القضايا المشتركة، وفي مقدمة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في دولة كريمة عاصمة القدس الشريف. وكذلك بالمقابل ننظر إلى الدول التي عانت من مشاكل سياسية ما بعد الربيع العربي، أنها تحتاج إلى حل سياسي، وهذا رأي حقيقة الحكومة العراقية ووزارة الخارجية والقيادة السياسية العراقية وكذلك القوى السياسية العراقية التي تدعم السيد رئيس الوزراء وتدعم كذلك بالمقابل سياسته الخارجية تجاه المنطقة العربية وقضاياها. تجاه المنطقة العربية وقضاياها، ولكن أيضا هناك تشخيص لحالة الحكومة العراقية بأنها لا تستطيع إلزام كافة الأحزاب التابعة لإيران بنهجها الحالي كحكومة تهتم بمصالحها الداخلية وتراعي أيضا الظروف الخارجية. هل معنى كلامك بأنه لا يوجد أي مكتب لحركة حماس أو الحوثيين داخل العراق؟ إجابة صريحة. لا، إذا تسمحي لي، الصحيفة تحاول حقيقة الضغط على الحكومة، وكذلك المحرر الذي كتب هذه الكلمات حقيقة يحاول كحال الذين يحاولون حقيقة إدخال العراق بالحرب المفتوحة الآن بالشرق الأوسط.
ولكن بالمقابل الحكومة العراقية تنظر إلى القوى الاجتماعية والشعبية في فلسطين وكذلك بالمقابل في اليمن بعين الاحترام، وتنظر أنها تتعامل مع المجتمعات كمجتمع واحد، وبالتالي نحن نجد أن هنالك تعامل صحيح من قبل الحكومة العراقية عبر بوابة الدولة وعبر بوابة السياق الرسمي الذي يأتي من خلال عمل وزارة الخارجية والسفارات التي هي تعمل هنا في العاصمة بغداد، وبالتالي هذا السياق العام. لكن بالمقابل هنالك قد تكون فعاليات اجتماعية، هنالك قد تكون فعاليات إعلامية، هذه الفعاليات حقيقة بالأخير تكون ضمن سياق عام وليس أنه سياق رسمي، وهذا بالتالي السياق العام الاجتماعي يختلف عن السياق الرسمي، لأن الدولة تتعامل مع الدول، وبالتالي هذا هو السياق العام الذي تتعامل به الحكومة العراقية في إدارة سياستها الخارجية والتعامل مع القضايا العربية في هذا السياق. لكن بالمقابل هنالك محاولات جرت خلال 90 يوم الأخيرة حقيقة للضغط على العراق لأخذ مواقف قد تكون من العراق، وهذا غير صحيح حقيقة أن تسوقنا صحيفة أو تسوقنا كلمات كذلك بالمقابل موجودة في قصة غير مكتملة الزوايا، وحتى أنه المحرر هو مرتبك جدا في كتابته لهذه القصة يجمع بين روايات غير مكتملة، وهذا بالتالي هو الذي يجعل أن هذا التقرير هو تقرير يعني ينوم عن معلومات غير مؤكدة. غير مؤكدة ولكن قد تكون صحيحة، يعني غير مؤكدة شيء وغير صحيحة شيء ثاني. أنا يعني أنا هذا اللي يهم دكتور حسين، هو يعني أنا فهم عليك هديك الوقت، بس يعني هي الفكرة أنه أحياناً تفاعل اجتماعي، تدرين هذه القضية الفلسطينية، القضية الفلسطينية واضح جداً موقف العراق منذ 70 سنة مو اليوم والبارحة، هنالك تفاعل اجتماعي كبير جدا بهذا الموضوع، كذلك القضية باليمن، يعني أنه نحتاج إلى حوار سياسي والعراق يدعم هذا الحوار. وبالمناسبة قبل حقيقة في شهر آب قدم السفير العراقي فوق العادة أوراقه إلى الحكومة اليمنية، وتم اعتماده يعني أنه كسفير كذلك يدير مصالحنا الوطنية في اليمن، وبالتالي هنالك تفاعل دبلوماسي كبير ما بين العراق واليمن والعراق وفلسطين، وبالتالي هذا السياق الدبلوماسي الرسمي قد يكون أمامه سياق من فعاليات اجتماعية دون الدولة، وهذه الفعاليات طبيعية جدا، يعني في كل دول العربية الآن تجدين هنالك تفاعل وسياقات عمل، ولكن تختلف صورها من صورة إلى صورة أخرى، لكن عملية تصوير هذا التفاعل الاجتماعي بأن هنالك فتح لمكاتب بهذه الصورة، يعني حقيقة نحن نتفاعل ونعمل بصورة رسمية مع السفارة الفلسطينية تمثل مصالح الدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك نتعامل مع الدولة اليمنية من خلال السفارة اليمنية وتعاملنا مع حقوق كذلك الشعب اليمني بحصوله على دولة مستقرة وعودة الاستقرار التام وعودة كذلك إنهاء حالة الحرب والصراع التي مرت على أخواننا اليمنيين في اليمن. طيب كيف يمكن أن يحافظ بغداد بأنه يظل اللاعب المحوري في معادلة الصراع الإقليمي ما بين إيران وما بين الجانب الولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصا أن هناك تغلغل واضح وتم الحديث عنه أكثر من مرة، أحزاب وميليشيات إيرانية موجودة في العراق، وأيضا يعني بعض النفوذ السياسي يتمثل في شخصيات تتبع لإيران؟ يعني الفرصة الكبيرة الآن لحكومة الأستاذ محمد شياع السوداني في قيادة الحوارات التي تطلقها عبر مبادرات ومساعي حميدة تقوم بها وزارة الخارجية العراقية ويقوم بها كذلك سيد رئيس وزراء بين الحين والآخر لحل المشاكل الإقليمية وحل الصراعات التي تحدث وتلقي بظلالها على العراق. ولاحظنا هذا الموضوع حقيقة بانعكاس أزمة غزة الأخيرة على الأراضي العراقية، وكيف أن الحكومة العراقية استطاعت بالتعامل مع هذه الأزمة سياسيا، وكذلك نجحت مع القوى السياسية العراقية في استعادة نقطة التوازن، وكذلك بالمقابل هذه المساعي الحميدة الآن مع القوى الاجتماعية والقوى السياسية الوطنية الموجودة في هذه الدول التي تعاني من اضطرابات ومشاكل وتحديات في المنطقة العربية، ممكن أن يلعب العراق دور الوسيط، دور كذلك بالمقابل الذي يدير حوارات قد يهيئها إلى السياق السياسي، وهذا بالتالي يأتي في إطار التشاور والتعاون والتعامل مع الجامعة العربية، مع الدول العربية، مع الدول الخليجية في إطار استقرار المنطقة والحفاظ على يعني أنه الاستقرار والتنمية والإعمار ليس فقط في العراق وإنما في المنطقة كذلك، لأن هذه مصالح ينظر لها العراق بعد 40 سنة من ما مرت به المنطقة العربية ومن صراعات وحروب لابد أن تنتقل إلى السلام والاستقرار.
شكرا من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي، شكرا جزيلا. لم تعد تداعيات الحرب في غزة تقف عند أعداد القتلى والجرحى أو النزوح والدمار، بل وصلت إلى انتشار الأوبئة نتيجة ظروف الحرب القاتلة وتدمير البنى التحتية بما فيها الصرف الصحي. فقد أعلنت بلدية غزة أن بركة الشيخ رضوان تهدد بكارثة كبيرة مع تجمع ما يزيد عن 450 ألف متر مكعب من المياه العادمة فيها، محذرة من طفح البركة عند سقوط الأمطار مع غياب إمكانية تصريف مياه البركة. بركة الشيخ رضوان التي كانت مخصصة لتجميع مياه الأمطار أصبحت اليوم حاضنة للمياه الآثنة بفعل الحرب وتسرب المياه العادمة إليها. هاجم جنود إسرائيليون طاقم مدرسة عرب الكعبانية في المعرجات شرقي مدينة أريحة، واعتقل عدد منهم بتهمة الدفاع عن الطلبة والمدرسة أمام مستوطنين اعتدوا على المدرسة. وفيما اعتقل الجيش الفلسطينيين أفرج عن المستوطنين المهاجمين وأوقع الهجوم على المدرسة 7 إصابات على الأقل جراء اعتداء المستوطنين. سلام سلام انت مكان سلام انت مكان واي واي خنيش لي نبوت ما تروسين فو يا شنو بس ما استديو الحدث مستمر وفيه أيضا. كندا تشدد القيود على دخول المسؤولين الإيرانيين لأراضيها. السريع أنها سيطرت بالكامل على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه المعارك تدور لليوم السابع على التوالي ما بين الجيش السوداني والدعم السريع. منذ أن بدأت الحرب بذلنا جهدنا لكي نتفادى هذا الحرج وهذه الدماء السائلة. ما مدى أهمية هذه السيطرة إذا ما كانت هذه الأنباء صحيحة؟ المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور وكذلك إلى إقاليم كردفان تواجه صعوبات كبيرة. الاتهامات من مندوب السودان في الأمم المتحدة يتهم فيها الجيش الليبي بدعم الدعم السريع. على ماذا استند مندوب السودان في توجيه هذه الاتهامات لليبيا؟ الطرف الآخر هنالك بيانات واضحة وأدلة واضحة لتعاوني مع الإيرانيين. قوات الدعم السريع شغلت كثيرا بالغنائم و نهب المواطنين وسلبهم ودخول منازلهم. رقعة الحرب تتوسع يوم بعد يوم. سياق الاقتتال واتجاهاته ما بين الجيش والدعم السريع إلى أين يتجه؟ هناك من يتحدث عن إصرار للطرفين باستمرارية القتال حتى الحسم. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل.
أهلا بكم من جديد. أعلنت الحكومة الكندية تشديد القيود على دخول المسؤولين الإيرانيين إلى أراضيها، وأوضحت أن الإجراء الجديد رد على انتهاكات إيران لحقوق الإنسان والتي وصفتها بالجسيمة. وبموجب القانون الكندي فإن جميع الإيرانيين الذين شاركوا بالحكومة الإيرانية منذ يونيو 2003 سيخضعون لإجراءات تنفيذية تشمل رفض طلبات التأشيرات. ويعتبر يوم 23 من يونيو 2003 تاريخ اعتقال طهران لزهراء كاظمي الصحفية الإيرانية الكندية والتي توفيت أثناء الاستجواب. ويأتي هذا القانون الجديد تأكيدا من الحكومة الكندية أنها لن تكون ملاذا آمنا لأفراد يعملون في النظام الإيراني الذي يمارس الإرهاب وينتهك حقوق الإنسان بشكل منهجي وفاضح. وقد أيدت جمعية عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية الإجراء الكندي الجديد. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الاتفاق النووي لا يزال إطارا مناسبا نحو اتفاق جديد، لأنه قائم على منطق بناء الثقة ومن ثم اتخاذ الإجراءات. وزير الخارجية الإيراني قال إن إيران منفتحة على الحوار القائم على الاحترام المتبادل وليس على التهديدات والضغوط. عراقجي أكد أيضا أن إيران لن تتخلى عن التفاوض البناء وصولا لتفاهمات مشتركة حول القضايا الخلافية واتفاق يوفر الضمانات اللازمة. الوزير الإيراني هنا أشار إلى أنه على الدول الغربية الإدراك أن العقوبات أداة فاشلة ولن تفرض من خلالها أجندتها الخاصة على إيران، معتبرا أنه لا يمكن لأوروبا أن تتوقع من طهران إزالة مخاوفها ومن جانب واحد دون أن تبادر هي بعمل مقابل. مشاهدينا، تقول مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن إيران قد تمتلك قنبلة نووية قبل تنصيب الرئيس القادم في إيران. المؤسسة حذرت من أنه في حين يراقب معظم المسؤولين الأمريكيين قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، فإن النظام يتخذ خطوات أخرى سرية نحو امتلاك سلاح نووي، مثل اتخاذ تدابير نحو بناء جهاز متفجر نووي من شأنه أن يجعل تجميع القنبلة سريعا. بسبب إيران وأمور أخرى منها حرب أوكرانيا، رسم السيناتور الجمهوري لينسي غراهام صورة قاتمة للمسرح العالمي وتوقع هجوما على الولايات المتحدة على غرار هجمات 11 من سبتمبر، إذ استمر الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس في السلطة وفق قوله. وهنا حذر غراهام من عدم الرد على تصاعد عدوانية إيران في الشرق الأوسط، مواصلا تشجيع إسرائيل على القيام بما يلزم لمنع إيران من التحول إلى قوة نووية. الإيرانيون ورغم كل الاتهامات ينفون قطعا نيتهم المضي ببرنامجهم النووي للوصول إلى السلاح، ويقولون إنه سلمي، لكن مسؤولين في طهران يهددون بين الحين والآخر بالنووي كلما تصاعدت الاتهامات الغربية. نناقش هذا الموضوع من لندن الكاتب الصحفي محمد أشبارو، ومن طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وارن. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك محمد شبارو، الكاتب الصحفي محمد شبارو، أهلا بك. أولا أريد أن أسألك، يعني كان هناك تحذير بريطاني أمريكي يهدد أو يحذر من أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة، هذا التهديد ليس جديد، هذا التحذير ليس جديد، والإجراءات المتخذة من الجانب البريطاني والأمريكي دائما ما تكون بفرض، أو الأمريكي تحديدا، فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية. هل هذه هي السياسة الأمريكية البريطانية لمواجهة التهديدات الإيرانية فقط؟ يعني من دون شك هذه هي التفاصيل المعلنة والظاهرة التي نتحدث عنها ونراها وفق تصريحات المسؤولين في الدول الغربية، لكن من دون شك أن هناك قلق متعاظم من الدور الإيراني، خصوصا التعاون التكنولوجي، التعاون وتسليم الأسلحة إلى روسيا في الآونة الأخيرة، خصوصا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية. أنت تعرفين أستاذة تهاني أن الاتفاق النووي السابق كان قد حلل إيران من كل مشاكل تدخلها في المنطقة وتكنولوجياتها العسكرية التي تنقلها إلى ميليشيات مختلفة في منطقة الشرق الأوسط، وركز الاتفاق السابق عام 2015 فقط على الشق تحديد الإطار النووي الذي ما زالت طهران تقول أنه للأغراض السلمية،
ولكن هناك معلومات غربية وتقارير تقول لطالما قالت أنه توطئة لحصول الدولة الإيرانية على السلاح النووي. واليوم ما يفتح الباب على مصراعيه إن كان لقلق الدول الغربية أو أيضا لمحاولة إيران احتواء مثل هذا القلق من خلال تصريحات وزير الخارجية عراقجي بأن الاتفاق النووي السابق ما زال إطارا، هو ما يجري من تسليم صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، وأيضا إمكانية نقل خبرات نووية روسية إلى الدولة الإيرانية، وهذا يعزز بشكل كبير برنامجها النووي ويسرع إمكانية حصولها على أي قنبلة أو أدوات يعني نووية للاستخدام العسكري بشكل واضح. كل ذلك يعني كان على طاولة أيضا أستاذة تهاني، على طاولة المباحثات الأمريكية البريطانية التي جرت في نهاية الأسبوع بين بايدن وكير ستارمر، لأن القلق وفرض العقوبات هو أمر تنسقه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وكلها أعربت عن قلقها من التعاون الروسي الإيراني المستجد. نعم، سأنتقل إلى الدكتور حسين روي. دكتور حسين، عندما يتحدث عباس عراقجي ويقول الاتفاق النووي لا يزال إطارا مناسبا يوجهنا نحو اتفاق جديد، طبعا هو يتحدث من وجهة نظره الشخصية أم هو يتحدث بدعوة غير مباشرة مثلا للولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الذي خرجت منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. طبيعي عندما يصرح وزير الخارجية ويمثل النظام بأكمله ويقول أن حل الملف النووي هو عبر المفاوضات، لأن البدائل هي ما هي؟ يعني المواجهة. من هنا ليس هناك من طريق إلا الدبلوماسية لحل هذا الموضوع، وحل هذا الموضوع يجب أن يأتي ضمن إطار دبلوماسية واتفاق جديد بين الطرفين يأخذ الإطار السابق بعين الاعتبار ويحاول أن يحدث يعني الكثير من الأمور من خلال اتفاق واضح بين الطرفين. يعني في تصوري أن موضوع الاتفاق هو الحل الوحيد. لماذا؟ لأن فرض العقوبات التي تمارسها أمريكا كأداة ردع لإيران لم تحقق أهدافها. يعني لماذا تفرض كل هذه العقوبات حتى ترتدع إيران وتغير سياساتها، عندما هذا السلاح الذي يستعمله الغرب لا يؤدي الغرض؟ يبقى بديل واحد وهو الدبلوماسية والمفاوضات، ومن هنا ليس أمام الغرب إلا هذا الطريق، ولكن يجب أن يكون ضمن إطار ندي وضمن إطار احترام متبادل بين الطرفين. نعم سيد محمد، ما الذي أوصل إيران إلى هذه النقطة بأن تنتج أسلحة معقدة تتحدث عنها وتؤرق المجتمع الغربي ومنها الولايات المتحدة؟ يعني بشكل أو بآخر إن المثابرة الإيرانية من دون شك وكسر العقوبات كما قال ضيفك الكريم من طهران، من دون شك أنا أختلف أن العقوبات مؤثرة، لأنه لطالما قالت القيادة الإيرانية بأن الوضع الداخلي وتقول للداخل الإيراني بأن العقوبات الغربية يعني ضربت الاقتصاد وأثرت فينا، ولكن أيضا ذلك لم يمنع طهران من تطوير أسلحة معقدة والمواصلة تطويرها، لا سيما رأينا طائرة شاهد القليلة التكلفة والتي تستخدمها حتى قوة عظمى مثل روسيا. المشكلة اليوم أعتقد أن الدولة الإيرانية تسعى إلى فتح ربما حوار جديد، فهي تشعر بأن قدراتها التكنولوجية من دون شك تثير يعني قلق الدول الكبرى، واليوم هي تنوي ربما العودة إلى طاولة المفاوضات لتكسب ربما بشكل أكبر مما كسبته ب 2015 من رفع عقوبات وغيرها، لأنها ترى الظرف مناسب، وإن كانت مثل تلك المفاوضات أمامها من العقبات الكثيرة، لأن الاشتباك الأجواء الدولية والعلاقات العمل المشترك الدولي بين القوى الكبرى التي أطرت ووطدت عمل التوصل إلى الاتفاق النووي السابق
منعدمة هذه الأيام بوسط اشتباك جيوستراتيجي كبير صيني روسي من جهة وغربي من جهة أخرى، وبالتالي ربما كلام الوزير الإيراني وتوقيته هو للاستهلاك المحلي أكثر منه لمحاولة فرض واقع جديد أو اتفاقية جديدة قد تخدم المصالح الإيرانية بالدرجة الأولى. نعم دكتور حسين، لماذا دائما الولايات المتحدة الأمريكية هي تتحدث تقول بأنه الجانب الإيراني كلما تم التصعيد مع الجانب الإيراني يلوح ويهدد بالأسلحة النووية؟ هل فعلا إيران توصلت إلى هذه التقنية التي تحدثت عنها واشنطن منذ 4 سنوات وحاولت أن تثبت ذلك بطريقة غير مباشرة عندما أطلقت القمر الصناعي الثاني قبل يومين تقريبا؟ يعني أولا إيران نجحت في الاتفاق على العقوبات أولا، ثانيا إيجاد البدائل، ثالثا التقدم السريع في المجالات المختلفة ومنها العسكري على وجه التحديد. إيران استطاعت أن ترفع نسبة التخصيب من 3.67% إلى 20% في فترة قياسية، ومن 20 إلى 60 في فترة قياسية أيضا لا تتجاوز يعني الأيام. إيران إذا أرادت أن الآن ترفع نسبة التخصيب إلى 93، وهي النسبة التي تجعل إيران تستطيع أن تصنع قنبلة ذرية، يعني هذا يكفي إرادة سياسية، والموضوع هو لا يتعدى يعني فترة قصيرة، ليس هو بحاجة كما ذكرت الصحيفة أنه عند الرئيس القادم ستكون إيران قادرة، لا، إيران الآن أيضا قادرة ولكن ليست هناك من إرادة سياسية. نعم إيران تقول إذا ما هددت نوويا فستعيد صياغة العقيدة العسكرية والنووية الإيرانية، ولكن لحد الآن إيران ليس هناك من أي قرار على أي مستوى في إيران في الذهاب إلى عسكرة الجانب النووي، ولكن في بعض الأحيان نعم الكيان الصهيوني يلمح بشكل أو بآخر، وهذا ما يجعل إيران تصرح بصريح العبارة أنها إذا ما هددت بشكل يعني حقيقي فإنها ستعيد النظر في عقيدتها النووية. نعم طيب سأنتقل إلى سيد محمد. سيد محمد، هل تعتقد بأنه قد يكون هناك انفراجة على إيران من جانب العقوبات أو على الأقل الإفراج عن بعض الأموال المجمدة قبل الذهاب إلى السباق الانتخابي الأمريكي على غرار ما حدث مع إدارة الرئيس أوباما؟ أنا أستبعد يعني في الظروف التي دفعت بقيام إدارة أوباما بتخفيف عقوبات أو بوعود بتخفيف عقوبات وحث إيران للدخول في اتفاقية دولية ومضمونة من قبل أعضاء مجلس الأمن الخمسة الكبار الدائمين، كانت فترة إذا صح التعبير وئام دولي كبير. اليوم هناك اشتباك دولي كبير وهناك انقسامات كبيرة، وأعتقد أن إيران تحاول تعزيز كما عودتنا دائما تستخدم كل فرصة ممكنة لتعزيز دورها ومكانتها. واليوم الملف النووي الإيراني كما رأينا في السابق لطالما استخدمته إيران ورقة مساومة والابتزاز الدول الغربية والحصول على تنازلات منها، واليوم أعتقد أن هذه الدول لم تعد في مكان قادرة على التعاون مع الإيرانيين بعد الدور الذي لعبته طهران في مساندة روسيا في حربها الأوكرانية، وبالتالي اليوم أيضا الانفتاح العسكري والمسار ذو خطين، أي واحد من طهران إلى موسكو ومن موسكو إلى طهران بين القيادتين العسكريتين للدولتين، هناك تدريبات وهناك تعاون وهناك استشارات على أكثر من صعيد وليس فقط الصعيد النووي، وهذا كله مقلق للدول الغربية، ولكن إيران لطالما عودتنا أنها تسعى وراء مصالحها بجد، واليوم إن رأى الغرب أن العقوبات هي السبيل الوحيد فهذا ما أعتقد أننا سنراه، هو مزيد من العقوبات كما جاء في تقرير. حتى وإن كانت غير ناجعة هذه العقوبات سيد محمد، حتى لو كانت غير ناجعة التفت يعني عليها إيران، حققت مكاسب حتى الآن، حتى ولو كانت ضئيلة ولكنها تمكنت. من دون شك أنها تمكنت بالالتفاف، وقلت
وقلت وأكرر أن السبب أيضا الذي سمح لها بأن تلتف بشكل أفضل من خلف هذه العقوبات هو الاشتباك الدولي، أي أن هناك دول ثالثة ورابعة ووساطات مختلفة حول العالم تمكنت طهران من نسج علاقات استراتيجية معها، وإذا كان هناك من حليف لدى الإيراني مثل الحليف الروسي فتخيلي مستوى الدول الأخرى التي ممكن أن تساهم في السماح بوصول بعض التكنولوجيات إلى طهران لتوريد برامجها وأسلحتها وتطوير أذرعها وعلاقاتها في المنطقة أيضا. شكرا من لندن الكاتب الصحفي محمد شبارو، وأيضا من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران، شكرا جزيلا لكم. استديو الحدث مستمر وفيه أيضا مشاهد تظهر لحظة اعتقال المشتبه به في حادثة إطلاق نار على ترامب. كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان هو محور الحدث. من جديد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سعيد لسلامة الرئيس السابق ترامب من محاولة اغتيال محتملة في ملعب الجولف. وأضاف بايدن أن هناك تحقيقا في هذا الحادث وهو الثاني خلال شهرين، مشيرا أنه لا مكان للعنف السياسي في أمريكا، وأنه وجه فريقه لمواصلة ضمان حصول جهاز الخدمة السرية على كل الموارد والقدرات اللازمة لضمان استمرار سلامة الرئيس السابق. وفي أول تعليق له على حادثة إطلاق النار قرب ملعب الجولف، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه بخير وآمن بعد طلقات نارية في محيط ملعب الجولف الخاص به في جنوب فلوريدا، مشيرا إلى أنه لا شيء سيوقفه وأنه لن يستسلم أبدا. وسائل إعلام أمريكية نشرت صورة وقالت إنها للحظة اعتقال المشتبه به في إطلاق النار على ترامب، حيث ألقي القبض عليه في الجنوب الشرقي من نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش.
إذن للمرة الثانية خلال شهرين يتعرض دونالد ترامب الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية لمحاولة اغتيال بعد تعرضه في 13 من يوليو لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بيتلر بولاية بنسلفانيا. المحاولة الجديدة أحبطها جهاز الخدمة السرية بعد أن رصد مسلحا قرب ملعب الجولف الخاص بترامب وفتحوا النار عليه، وعثر جهاز الخدمة السرية على بندقية من طراز AK-47 مع منظار بالإضافة إلى كاميرا فيديو من نوع جوبرو كانت بحوزة المسلح، ما يرجح محاولة الاغتيال. وعقب إفشال طاقم الحماية محاولة الاغتيال فر المشتبه به بسيارة سوداء اللون، لكن السلطات تعقبتها واعتقلت المشتبه. رئيس الشرطة في مقاطعة بالم بيتش روى أن ترامب كان يلعب الجولف على مقربة من مقره في مارالاغو عندما وقع إطلاق النار. وفي حين أشاد مسؤولون بسرعة استجابة الخدمة السرية، أثار آخرون تساؤلات حول سهولة وصول المسلح إلى الموقع. من جهة أخرى أيضا فتحت السلطات الأمريكية تحقيقا سريعا، لكنها لم تتوصل إلى أي مؤشر على الدافع وراء محاولة الاغتيال. أما مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي فرجح أن ترامب كان على ما يبدو هدفا لمحاولة الاغتيال. شبكة CNN كشفت عن مسؤولين استخباراتيين قالوا إنهم أطلعوا حملة ترامب مؤخرا على مؤشرات جديدة على أن إيران تخطط لتصعيد الهجمات، لكن المصادر أكدت عدم وجود مؤشرات على أن المعلومات الاستخباراتية مرتبطة بمحاولة الاغتيال الثانية، وذلك ما حصل في المحاولة الأولى. يظل شبه مؤكد أن إيران كانت وراء عملية اختراق وتسريب تستهدف حملتي ترامب وبايدن هاريس، على الأقل وفق تأكيدات واشنطن. Former President Donald Trump is safe and unharmed. الرئيس السابق دونالد ترامب آمن ولم يصب بأذى بعد حادث وقائي يوم الأحد في نادي ترامب الدولي للغولف في ويست بالم بيتش. أفراد جهاز الخدمة السرية أطلقوا النار على مسلح بالقرب من خط الملكية، والمسألة قيد التحقيق. من نيويورك ينضم إلينا المحلل السياسي محمد سطوحي. أهلا بك معنا سيد محمد. يعني محاولة اغتيال ثانية في خلال شهرين، لم تأتي تأكيدات بأن إيران ممكن أن تقف خلف التهديد الثاني، من محتمل له مصلحة في اغتيال ترامب في هذا التوقيت؟ أنا شخصيا بعد أن قرأت بعض الشيء عن روس رايان روس الذي يعتبر الآن مشتبها فيه بالنسبة لهذه المحاولة الأخيرة، أنا اعتقادي أنه شخصية غير متزنة وأنها ربما تكون مسألة فردية بحتة. طبعا ليس لدي معلومات والأجهزة والتحقيقات لم تصدر أي بيانات عن هذا الموضوع، لكن هذا الشخص ليس لديه أي خبرة عسكرية، ثم حاول أن يحارب في أوكرانيا، حاول أن يحشد الآلاف لكي يقوم بشحنهم للحرب في أوكرانيا وأن يأتي بهم من المحاربين القدماء ومن الباكستانيين. هو شخص مثلا قدم دعوة لكيم جونج أون رئيس كوريا الشمالية لكي يزوره ويقضي معه إجازة في الولايات المتحدة وأن يكون سفيرا له في واشنطن. هذا شخص أساسا خبرته العملية هو عامل بناء، ليس لديه أي تاريخ في أي شيء. فهذه النوعية من الناس أنا اعتقادي أنهم لا يمكن أن يكونوا جزءا من حركة بهذا الشكل، وأنه ربما تكون مسألة فردية في نهاية الأمر. هو تصرف بناء على مشاعره الشخصية المرتبطة بهذه اللحظة مع رئيس سابق ربما كان صوت له بالمناسبة سنة 2016، لكنه عاد وشعر بأنه لا يحقق له ما يريد فانقلب عليه. نعم، طيب كيف ترد على من يتحدث وتعج به وسائل التواصل الاجتماعي بأنه العملية الأولى أو العملية الثانية افتعلت ربما من الحملة الانتخابية لترامب لتعزيز مكاسبه بعد أن رصدت طبعا استطلاعات الرأي تقدم هاريس نوعا ما؟ نظرية المؤامرة ستكون موجودة على الطرفين، لأن مؤيدي دونالد ترامب يتحدثون الآن عن المؤامرة من أجل إيقافه. حتى اللغة التي يستخدمها ترامب نفسه أنهم هناك في العالم من سيفعلون أي شيء من أجل إيقافنا وأنني لن أتوقف ولن أستسلم. هناك ربما لا يريد أن يقول بشكل مباشر أن هناك التيار المعادي لهم في الولايات المتحدة هو الذي يحاول إيقافهم، لكنه يستخدم لغة
تدفع مؤيدي في هذا الاتجاه حتى ولو بطريقة غير مباشرة. على الناحية الأخرى تجد أنه محاولات الاغتيال هي أساسا مسرحية وأنها غير حقيقية وأنها طريقة فقط يستخدمها ترامب من أجل زيادة الدعم الخاص به. إذن سنرى هذه النظرية من الجانبين، وإن كنت أنا أعتقد أن المسألة ربما يكون مبالغا فيها على الناحيتين أيضا. نعم، طيب كيف يمكن لترامب أن يستفيد من ما يجري معه محاولتي اغتيال خلال شهرين في حملته الانتخابية وتعزيز على الأقل يعني موقفه الانتخابي في المرحلة في 5 نوفمبر؟ هو استفاد فورا من الأحداث. أولا كان الرأي العام ووسائل الإعلام الكل يتحدث عن فشله في المناظرة السابقة وأنه يقوم بإطلاق مزاعم غير حقيقية، مثل أنه المهاجرين يأكلون الكلاب والقطط في سبرينغفيلد بولاية أوهايو. كل هذا توقف الآن والكل يتحدث عن شيء آخر، أنه ترامب معرض للاغتيال. هذا نفعه بصورة مباشرة. الأمر الآخر هو الدعم المالي، لأنه متأخر جدا عن كامالا هاريس في التبرعات المالية التي يحصل عليها. ففورا بعد أن تحدث مثل هذه الأشياء يتوجهون برسائل إلى الداعمين ويحصلون على تبرعات كبيرة. هذا ما حدث بعد محاولة الاغتيال في بنسلفانيا منذ حوالي شهرين، هذا ما يتكرر الآن، وأعتقد أن هذا سيساعده كثيرا وإن كان لعدة أيام. هل هذا يترجم سياسيا فيما بعد؟ هل يستطيع أن يستثمره في الانتخابات نفسها؟ هذا ربما يظل موضوعا للجدل. ولكن طالما أنه وسائل التواصل الاجتماعي تعج بأنه قد يكون ما يجري هو نظرية مؤامرة أو مؤامرة منه لتحقيق مكاسب انتخابية، كيف يمكن أن ينعكس ما يجري الآن في الولايات المتحدة في تاريخ البعض وصفه بأنه حساس على مزاج الناخب الأمريكي؟ أنا أتحدث في الشأن الداخلي أستاذ محمد، لأنه خارجيا يمكن لا يؤثر كثيرا على مزاج الناخب. بالتأكيد هناك حالة انقسام حقيقية الآن في المجتمع الأمريكي، بمعنى أنه المسألة لم تعد أننا نختلف سياسيا لكننا نلتقي على العشاء فيما بعد، هذا لم يعد شيء حقيقي، بل بالعكس. هناك انظري مثلا إلى تيم وولز المرشح لمنصب نائب الرئيس مع كامالا هاريس. هذا شخص جزء من عائلته جمهوريون ويعادونه ويعادون الديمقراطيين، هو نفسه لا يتحدث مع أخيه لأنه له أخ جمهوري متشدد ويرفض حتى الحديث مع تيم وولز الذي ربما يصبح نائب الرئيس الأمريكي بعد شهرين. فهذا إلى حد كبير أدى إلى انقسامات حتى على داخل العائلة الواحدة. سياسيا لم يعد نرى تلك العلاقات الحميمية بين الجمهوريين والديمقراطيين التي كنا نشاهدها في فترة ريغان وحتى بوش الأب. الآن هناك حدة، لا يلتقون كثيرا على المستوى الإنساني على المستوى الأسري، فهذا عمق المشكلة ليس فقط بين السياسيين ولكن أيضا مجتمعيا. المشكلة هي أنه مع حدة الخلاف السياسي أصبح هناك استعداد لاستخدام العنف، وهناك السلاح في هذه البلاد، وهناك أكثر من 400 قطعة سلاح في الولايات المتحدة. إذا ما ترجم ذلك إلى رغبة حقيقية في استخدامه واستعداد لاستخدامه، هنا المشكلة. طيب، وأعتقد أن هذا هو الخطر. طب هل أنه الولايات المتحدة على مشارف حرب أهلية إن لم يفز ترامب هي يعني مخاوف حقيقية؟ ولماذا مرتبطة بترامب؟ يعني لماذا لا يكون هناك مثلا تدهور الوضع الاقتصادي، محاولة عدد من الولايات الانفصال عن الحكومة الفيدرالية؟ اشرح لي في هذه النقطة سيد محمد من فضلك. المشكلة ليست في الوضع الاقتصادي، لأنه الاقتصاد الأمريكي هو ما زال أقوى اقتصاد في العالم. ربما هناك بعض من يعانون في ظل هذا الاقتصاد حتى مع قوته، ولكن هذا هو الحال دائما في الولايات المتحدة. هناك أغنياء جدا وهناك فقراء جدا، لكن هذا لم يؤدي إلى حرب أهلية. هناك ولايات دائما ما نجد فيها تلك الانطباعات التي تقول إننا نرفض هذه السياسات الفيدرالية، علينا أن ننفصل لكي نمثل ولاية مستقلة. هذه الأمور تحدث بشكل دائم في الولايات المتحدة، لكنها لا تترجم إلى شيء. أنا اعتقادي الخطر هو أنه عندما يأتي سياسي مثل دونالد ترامب ويقول أنا لا أعترف بالانتخابات، لا أعترف بالنتيجة وأنها تم تزويرها ضدي، هذا ما يمكن أن يحفز على ارتكاب العنف. شكرا من نيويورك المحلل السياسي محمد سطوحي، شكرا لك.
توتر كبير في شمال المغرب، فآلاف المهاجرين غير النظاميين ينفذون محاولة جماعية لاقتحام سياج حدودي يفصل مدينة الفنيدق شمال المغرب عن مدينة سبتة الخاضعة لأسبانيا. السلطات الأمنية المغربية نفذت عشرات التوقيفات في أوساط المهاجرين غير النظاميين الذين ينحدرون من المغرب وبلدان إفريقية وعربية. وقد عمد المهاجرون إلى رشق عناصر الأمن بالحجارة، فيما تم رصد تحليق مكثف للطائرة العمودية للحرس المدني الإسباني لمراقبة الشريط الحدودي البري بين المغرب وسبتة. السياسة في إفريقيا لم تعد تلعب في الساحة وحدها، بل دخلت عالم الألعاب الإلكترونية، وهذا ما تحاول لعبة جديدة أطلق عليها الفجر الإفريقي تجسيده، إذ تحاكي الصراعات السياسية التي تشهدها بعض دول القارة وخاصة في بوركينا فاسو. سياسة تلعب على الشاشات ومعارك تحسم بالأزرار لا بالسلاح، ذاك ما تحاول لعبة الفجر الأفريقي تجسيده. اللعبة توفر لمستخدميها فرصة اللعب بشخصية الرئيس إبراهيم تراوري قائد الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو الذي حارب النفوذ الفرنسي، كما تسمح للاعبين باختيار البلدان والقادة من أجل غزو العالم في عصور مختلفة، وتعطيهم خيارين اثنين، إما استقلالا كاملا أو عودة إلى ماض استعماري ثقيل، وذاك جزء من صراع حقيقي على الأرض تعكسه اللعبة. ففي لعبة الكبار خسرت فرنسا نفوذها في دول أفريقية ثلاث، هي بوركينا فاسو والنيجر ومالي، وكما في اللعبة أعاد الواقع في هذه البلدان تشكيل تحالفات جديدة. الروس حلوا محل الفرنسيين، وأعلام فرنسا التي رفرفت لعقود لم يعد لها مكان بين أعلام روسيا المرفوعة. صورة جديدة لأفريقيا تتطلع فيها قوى جديدة لملء الفراغ وتغيير ملامح اللعبة السياسية. مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة. دوما الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، تابعوها وتفاعلوا معها. دمتم بخير، في أمان الله.